أنا أتوقع أنه إيران تريد أن ترسل رسالة إلى إيران مفادها بأنه في حال قيام إيران عفوا أمريكا بالانتقام لأي عملية عسكرية. وأنا ما أتوقع إيران، يعني حتى لو أني أنا مختلف مع التوجهات للنظام الإيراني، إلا أنها ليست بالحماقة بأن تقوم بعملية مبادئة في الأمر العسكري. إذا بدأت أنت الحرب وليس لك هناك أذرع، فأنت خسرت المجتمع الدولي بأكمله، ويجب أن تتحمل تبعات هذه الحرب. ترامب يجب أن نقرأ أيضا ما في مخ ترامب، لأنه التضارب داخل القيادة الأمريكية، وخاصة أنه وزير الدفاع طلب بسحب أعتقد أحد حاملات الطائرات من منطقة الخليج، هذا يأتي لك هنالك تضارب، وهنالك خلينا نقول مقاصد لترامب يعني إرسال رسائل. برأيي أنا كذا أقرأها أستاذ نجم، أنه الرئيس الأمريكي يريد أن يقلب الطاولة في آخر لحظات لإشعال المنطقة على الأقل توترات. أنا لا أقول هو يستطيع أن يذهب إلى الحرب، لا يستطيع أن يذهب إلى الحرب.